أو حتى ميليشيات القاعدة التابعة للنظام السوري التي انتهكت الأرض وانتهكت الشعب في جنوب سوريا وفي درعا خاصة. العصابة ذكرت لأسرة الطفل فواز بأن لديهم مهلة حتى يوم الأربعاء الماضي، والآن المهلة انتهت، وتم الإعلان من قبل عائلة فواز عن أنهم قد تمكنوا من جمع المبلغ المطلوب وهو 500 مليون ليرة سورية. الآن الاتصالات مقطوعة مع تلك العصابة، ما هي آخر التطورات حيال هذا الأمر أستاذ مضر؟ يعني آخر التطورات أنه منذ فترة هم أعلنوا بأنهم يريدون أن ألو أستاذ مضر؟ طيب يبدو بأننا فقدنا الاتصال بالأستاذ مضر، سنعيد عليه الاتصال مرة أخرى، لكن حضرتك أستاذ مضر؟ نعم لو تعيد لنا الإجابة، كنت أتحدث عن آخر التطورات في قضية الطفلة